رغم انتصاراته الحاسمة وتكتيكاته العسكرية واستراتيجيته الدقيقة في المعارك، إلا أنه عزل من قيادة الجيش وأثيرت حول عزله الشبهات لضرب الإسلام. إنه سيف الله المسلول. فقد عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه بأمر من عمر بن الخطاب عند استلامه للخلافة، وعزله كان لأمر سياسي رآه رضي الله عنه، ورأى إبداله بأبي عبيدة بن الجراح لأمر رآه كفيلا بالمصلحة للمسلمين. وقال بعض أهل العلم أن السبب في ذلك أن عمر كان قويا في كل الأمور، وكان خالد كذلك قويا في بعض الأمور، فناسب أن يكون أبو عبيدة هو الأمير لجيش الشام، لأنه كان لينا رفيقا وليس مثل خالد في الشدة حتى يعتدل الأمر، فيكون أبو عبيدة مع لينه في مقابل شدة عمر، وكان خالد في قوته في مقابل لين الصديق فاعتدل الأمر. وهذا كلام قال فيه العلماء بأنه وجيه وليس ببعيد. والحاصل أن عمر عزله لأمر سياسي لمصلحة المسلمين، لا كما يروج له بعض المستشرقين من الطعن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر حقدا من عمر على خالد رضي الله عنهما، فلماذا عزل المثنى بن حارثة من قيادة الجيش في العراق؟ وقد روي عن عمر رضي الله عنه قال: حينما عزل خالدا عن الشام والمثنى بن حارثة عن العراق، إنما عزلتهما ليعلم الناس أن الله تعالى نصر الدين لا بنصرهما، وأن القوة لله جميعا. وقال ولي عمر بأن عمر قال: لأنزعن خالدا حتى يعلم أن الله تعالى إنما ينصر دينه، يعني بغير خالد. وقد بيّن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه السبب الذي جعله يعزل خالد بن الوليد رضي الله عنه عن قيادة الجيش صراحة، بعد أن انتشر اللغط في الأمصار، فقال: ما عزلته عن خيانة، ولكن خشيت أن يقال إنه صانع النصر، أو خشية أن يفتتن الناس به. فالأمر كان ترتيب أوراق من عمر للولاة والأمراء بصفته أميرا للمؤمنين الجديد، وهذا حق له بإجماع الصحابة بأن أمر الإمام نافذ ظاهرا وباطنا. فإن عمر رضي الله عنه ولى أبي عبيدة رضي الله عنه القيادة، وهو أمين هذه الأمة، وشجاعته ومكانته معروفة، وهو أقدم إسلاما من خالد وأقدم هجرة منه، ولم يخيب الله فراسة عمر فيه. فقد كان عمر رضي الله عنه موفقا في اختياره له. ويضاف إلى هذا أن خالدا رضي الله عنه ظل يزاول ما كان يزاول، ولكن تحت قيادة أبي عبيدة، وقد كان أبو عبيدة يعرف له مكانته ويستعين برأيه ويوليه من المهام ما يرى أنه أولى به. فرضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين.